يعني ننحاز للطرف النسائي ونبدأ مع معالي النائبة مارسيل. في البداية لو النهاردة بنتكلم على 4 سنين تنسيقية وانتم مقبلين على السنة الخامسة، لو وقفنا من مكاننا هذا ونظرنا إلى التنسيقية ما قبل 4 سنوات، إيه اللي اتغير؟ إيه اللي حققتوه من أهدافكم وطموحاتكم اللي بدأتوا بيها؟ بس هو الميزة الهامة في التنسيقية إن احنا بنشتغل بروح واحدة، كلنا بنتعاون وفي كتف بعض، يعني انا والنائب احمد فتحي حتى لو احنا مختلفين الاطار الانساني والعلاقات الانسانيه ربطانا، ده كان الاساس بتاعنا. التنسيقيه من 2016 ده لما كانت الفكره، مش الاساس ده اللي البعض ده راهن في وقت من الاوقات انها هتفشل بسبب ان هو التوجهات الايديولوجيه المختلفه. احنا توجهاتنا الايديولوجيه مختلفه، انا هدخل في الجزء بتاع الاختلاف الايديولوجي ده بما ان انا مختلفه ايديولوجيا مع كتير يعني. في 2016 كانت فكره ما اكتملتش لحد ما تم اعلانها في 12/6/2018، وكانت اتأسست الكيان الجميل دوت ب19 حزب سياسي وعدد من الشباب السياسيين، ومع الوقت ابتدت تتطور، ابتدت الناس تشوف ان في حاله تتعمل فيهم. انا هحكي عن تجربه صغيره كده، انا اول مره دخلت التنسيقيه ده كان في اخر 2018 ديسمبر 2018، ده كان ساعه منتدى شباب العالم الثاني، وانا رحت كميه شغل وكميه ورش بتتعمل وانا عايزه اشتغل مع الناس كلها، انا حبيت الحاله، الشباب بيقعد مع بعضه محاور ومواضيع مختلفه من الصبح، من الساعه 7 الصبح في ناس قاعده فاتحه اللابتوبز بتاعها والورق بتشتغل عشان تقدم مصر بصوره عظيمه جدا وقويه جدا قدام شباب العالم كله. فالفكره كانت نفسها كانت مبهره وانا من بره، تخيل بقى لما الواحد دخلها وبقى جزء من ورش العالم والخلايا دي اللي شغاله 24 ساعه، لا في حاله وروح من التعاون والتكامل بيننا وبين بعض، يعني ربنا يديمها علينا وربنا يديمها علينا وانت زميل لينا يعني، فربنا يديمها علينا ودايما كده نكون سند لبعض. الاختلاف الايديولوجي بقى، انا يسار وليا راي، يعني انا حزب بنتمي لحزب التجمع وهو حزب يساري ومعارض وبيكون لي راي احيانا مختلف عن راي الاخرين. صحيح، مفيش حد بيقول لحد ما تقولش رايك او موقفك السياسي او الايديولوجي، دي ميزه التنسيقيه. اذا كان في اراء متعدده كلنا بنقول ارائنا، يعني ساعه التعديلات الدستوريه قامت التنسيقيه بعمل حوار مجتمعي، وفي هذا الحوار وهو الحوار الاشمل اللي اتعمل بخصوص التعديلات الدستوريه في 2019 كل واحد قال رايه، محدش حجر على راي حد، اللي شايف ان القائمه النسبيه هي النظام الامثل، اللي شايف النظام بقوائم، وكان يعني عملت حاله من الحراك في كل الاحزاب المصريه ومع كل النخب، وخدت راي الناس كلها بلا مزايده او يعني تغيير، رايك هو ده اللي اتحط. لما كان في تعدد في الاراء كلنا قدمنا تعدد الاراء ده، وان هو ده حاله من المناخ الصحي اللي موجود جوه مصر، ان يبقى في تعدد الاراء حتى جوه المجلس، يعني جوه المجلس انا بقول رايي واخرين احيانا بتلاقي في قانون واحد اعضاء التنسيقيه بعضهم رافض وبعضهم قابل القانون، وتبقى قاعد يعني الناس دي بتعمل ايه؟ لا احنا بنشتغل مع بعض، الوطن بيجمعنا، لكن في نفس الوقت الاراء بتاعتنا وتوجهاتنا ما فيش حد بيحجر عليه، كل واحد بيقول رايه. انا عايز برضه اضيف الجزئيه الخاصه بحاله التوافق على التعديلات الدستوريه ما بين مؤيد ومعارض داخل التنسيقيه، كان القرار اللي احنا هندعو الشباب للنزول للادلاء باصواتهم سواء كانوا نعم او لا، وتجربه محمد موسى نائب محافظ المنوفيه. ده بص احنا اللي طالعين من عندنا او الشباب اللي خرج من عندنا وتم تمكينه في اماكن، هو مش متمكن كده، لا متمكن لانه كفاءه. صحيح، ولانه اشتغل على نفسه، يعني رغم معارضته للتعديلات، رغم ان هو معترض للتعديلات يعني، وكل الناس كانت بتشيد بالجلسه وكلام الشباب ساعه لما كنا في قاعه مجلس الشيوخ وشباب التنسيقيه قالوا رايهم. لا الناس كانت عامله كده، ايه العظمه اللي بتتقال من مجموعه الشباب دول؟ ده كان في 2019، خد بالك ان احنا بدينا 2018 سنه واحده 2019، وكان في كوادر موجوده وكوادر بتتحدث وناس بتطور من نفسها في سنه واحده، فاحنا باربع سنين بقى، تخيل يعني كميه التراكم الخبرات والتكامل. يعني انا بتكلم في المشروعات اهو، انا بشتغل في ملف المشروعات، لما بوظ حاجه في التضامن بعمل ايه؟ برفع تليفون، يعني انا مش فاهمه الموضوع ده، طب فهموني، او مش فاهمه ماده القانون دي، الروح دي هي اللي بتبني.